باستوديو معنا السيد ريمون ابو نادر، استاذ محاضر بجامعه القديس يوسف بماده الرياضيات، وموضوعنا طبعا ماتيماتيك، هالماده يلي عليها كثير من الاقاويل وبخافوا منها التلاميذ ودائما بحاجه كانه لا مسانده ومساعده. واليوم رح نحكي عن اب، هي سمارت اب بتقدر تكون عم تساعد الشباب والصبايا يلي عم يدرسوا هلا، وبنقول لهم بون شانس. بونجور. بونجور. طبعا دون شانس لكل يلي عم يدرسوا لتقديم، بس بالماتيماتيك شانس ولا لوجيك ولا شو؟ هو من كل شيء، من كل شيء، ان بو دو تو. الماتيماتيك هي لاكثريه العالم هي بتعني اللوجيك وبتعني الذكاء، مشان هيك اوقات عندنا كثير ديفيكولتي للتلاميذ، صعوبه بنحط اوقات بجو ستريس من هنا وصغار، انه اذا انتم شاطرين بالمات يعني انتم ذكيه، يعني انتم ايه. هلا مالوريزمان هيدي بتخلق ستريس عند التلميذ، مشان هيك بنلاقي كثير من تلاميذنا بيوصلوا للصفوف السكوندير او بيوصلوا للجامعه بيكون عندهم خوف او بيكون عندهم نقزه من الماتيماتيك، بتكون هيدي اجت معهم عبر المتوارثة متوارثة، بين انه عملوا بانيك على بشي صف ما مشي حالهم، او انه صار عندهم مشكله بشابيتر معين. بس ما بيمنع انه الماتيماتيك بالتحديد الرياضيات يعني اصعب من غير مواد بانك تلحقها، يعني اذا ضيعت بارتي معينه صعبه، خاصه بالصفوف الصغيره صعبه انك ترجع تقلع اذا ما كنت رجعت استحصلت على كل المعلومات. هيدي فكره انه الباز قويه، عنده باز قويه بيقدر يكمل. يعني ممكن سبايت ريكوبري، بنقدر نرجع بنقدر نرجع نلحقها. هلا هي الفكره، بس نشدد على الموضوع انه نحن والاساتذه بلبنان اسم الله كفؤين كلهم يعني، وبالجامعات كمان بيرجع بينعاد كل البروجرام، بيرجع لازم الواحد يعطي حاله شانس، يعطي حاله شانس ويرجع، بدا شويه صبر، بدا شويه اندورانس يعني للواحد يرجع يقلع مزبوط. اذا بالنسبه لك الستريس هو العامل الاساسي اللي بخلي او الخوف من هالماده، من الماده، والستريس بحطوه الاهل او قد من دون ما يعرفوا انه او المدرسه مات كمان، مات بنجيب استاذ مات والمدرسه والمات اعلى كوفيسيون، يعني هيدا شيء شوي بدنا نحن نجرب. عم يأذي المات بدل ما يساعده، عم يأذي المات والتلميذ بدل ما يساعده، عم يأذي غير مواد كمان للحقيقه، ما بيعودوا يركزوا عليها كثير، بصير المات اهم شيء. تنشوف لكن السمارت اب يلي رح تفرجينا اياها اليوم، يلي هي فعلا مفيده جدا، لانه لما بكون في اعاده لكل بروجرام، لو كان كل السنه عم يشتغل الولد، لما بيوصل لحتى يعيد البروجرام كله بحاجه اوقات ل 100 سؤال بيمروا. هلا بنشوف الشباب والصبايا بيصيروا مع بعضهم يعني كل الوقت على التليفونات، مزبوط، لحتى يقدروا يكونوا عم يشتغلوا سوا. وعلى كل حال دائما انتم كاساتذه بتشجعوا العمل الجماعي بهال، اكيد اكيد العمل عن جروب كثير مهم، لانه بيسرع للتلميذ الكومبريانسيون الفهم، لانه اذا في بارتي هو ما كان قادر يفهمها وقاعد عن جروب عم بيشتغل يمكن غيره فهمها، احلى ما يقعد عليها ساعه وساعتين وثلاثه يشتغل عليها، ساعتها حدا بيجاوب عليها بسرعه وبيفكروا بموضوع، واللي عم بيجاوب بياكد كمان معلوماته. مزبوط مزبوط. نحن صراحه انا بدي احكيك اليوم عن الابلكيشن اسمها سمارتت، هي ابلكيشن مجانيه جراتويت على الاي او اس وعلى الاندرويد، وفيها لها ويب سايت كمان. هيدي الابلكيشن هي اجت من فكره انه التلاميذ هالايام صاروا كثير كثير معلقين، رح نقول بالتليفون، يعني بنواجه صعوبات بالجامعه، يا شباب التليفون ضبوا التليفون ركزوا معنا شوي. فقررنا نحن جروب اساتذه جامعيين وكمان اساتذه من المدارس انه نعمل هالابلكيشن، نروح نحن لعندهم للتلميذ بدل ما هن يجوا لعندنا، نلحقهم على التليفون. وعملنا ابلكيشن اسمها سمارتت، هي اليوم بلشت اون لانغ فرانسيز باللغه الفرنسيه، وبلشت كمان تعمل كل شيء بروجرام ترمينال وشوي من بروجرامات اول سنه جامعه قصص ترون كومان. شو بتعمل هيدي الابلكيشن؟ دونك ابلكيشن سمارتت، اول شيء اللوجو كثير حلو، يا ريت فينا نرجعها كمان نشوفه بهالوقت بين ما كنا مشينا الابلكيشن. دونك سمارتت هيدا اللوجو تبعنا، هو سمارتي، هو بيشبه التلاميذ تبعنا. سمارتت هي عباره عن 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 اب فيها كل شابيترات لحديت هلا، الباك التيرمينال يعني الشابيترات كلهم موجودين، بس مشروحين بطريقه شوي ريفولوشنير. كيف يعني؟ يعني مثلا اذا نحن بنفوت على شابيتر اسمه نومب كومبلكس، بشابيتر النومب كومبلكس اذا بنكبس على النومب كومبلكس بنقدر نشوف كيف بيفتح كور سي ان فيديو توتوريال. التلاميذ هن بيكون عندهم اكسي على شرح كانهم موجودين بالصف، وحلو انه بخط الايد يعني لحتى الفيل يكون مثل كانه بالصف.
بيقدروا يحضروا قد ما بدهم ويرجعوا يشوفوا الشرح. هون نحن في شرح فويس يعني؟ ايه في فويس ان فرونسي عم بيطلع. الفكره هي ان نحن نعطي ان دوزيام شانس للتلاميذ، دوزيام شانس للتلاميذ كرمال يرجعوا يشوفوا شرح ثاني. نحن ما عم نحل مطرح ولا استاذ، نحن كل شيء عم نعمله انه دوزيام شانس كرمال التلميذ يرجع يفوت يشوف الشرح مره ثانيه وانفيني ما قد ما بده محل ما هو موجود، بالسيارة بالبيت مطرح ما هو موجود بيقدر يكون عنده هيدا الأكسس. هلأ كمان بالبارتي بقلب سمارتت عنا ريزومي للكور، ريزوميات الكورات موجودين وعنا أنال. هلأ عم نشوف ديمو على كل حال على الهواء. دكور هلا لا نرجع بس نكمل على الموضوع. إذا نحن بنشوف بنفوت على شابيت بروبابيتي بار اكزامبل، عنا أنال اكزرسيسات مع الكوريكسيون تبعهم مثل الانالات اللي بيشترون من السوق. نحن اكزرسيسات نحن عاملينهم او عاملينهم ادابتاسيون من الباك تانيين، وكمان بكل شابيتر اخذين ديز اكزرسيس من الباك فرنسي والباك ليباني عاملينهم كمان شرح فيديو توتوريال. هلا الجديد كمان بهال بدل ما نكون بالانال يعني بس عم نشوف هالاكزرسيس ونشوف الحل تبعه وبلكي اللينك بيناتهم ما يكون كثير واضح بالنسبه لنا، هون عم يتفسر كيف نحل هالاكزرسيس كانه بالصف لانه عم ينشرح دقائق زد، لانه كمان بالانالات اوقات بيعطوا الاجوبه بس. نعم صحيح. دونك هون بيكون في كل البروسيدور كانه هن قاعدين بالصف 100%. هلا في سيكسيون ثانيه كثير مهمه بالابلكيشن اسمها كيو اند اي. الكيو اند اي هي بفوتوا التلاميذ لعنا بيسالوا اسئله اللي بدهم اياها، وهن بيصير في انتراكسيون بين بعضهم. هذا اللي كنا عم نحكي عنه اللي هو الدرس اذا بدك بار جروب جماعي. نعم اوكي. ونحن كمان عنا اكسي كرمال هودي الطلاب نحن نقدر نجاوبهم ونساعدهم. بفوتوا بيسالونا الاسئله اللي بدهم اياهم فوالا مثل ما عم بتشوفوا. ما فينا نشوفها على الهواء بس اوكي مثل ما بتشوفوا هون في فورم كيو اند اي. وهذا شو 24 اورز يعني؟ نحن يعني اكيد 24 اورز لانه التلاميذ هن بين بعضهم عم يشتغلوا وبيجاوبوا، وكمان نحن عندنا اكسي كاساتذه. هون فورم يعني كمان هن عم يقدروا يتواصلوا مع بعضهم والاساتذه مع بعضهم ومعنا بفوتوا بيسالوا السؤال اللي بدهم اياه. رح ناخذ وقفه صغيره ونرجع نتابع على التعليق.